عايز اسالك على ضوء خبراتك الكبيره في القاره الافريقيه، رايك في بطوله السوبر ليج او الدوري الافريقي؟ لا افريكان سوبر ليج، بطوله الدوري، دوري السوبر الافريقي، هي بطوله جديده. داون ذا لاين كاف ويل هاف تو الكاف نظم هذه البطوله لتطوير البطولات الافريقيه على مستوى الانديه. فدوري ابطال افريقيا الان لدينا نتائج طيبه، ولكن الان الانديه تتحمس لهذه البطوله من الناحيه الماديه، ويوجد الكثير من الانديه المستفيده من هذه البطوله. فأي منتخب إفريقي يعتمد في المقام الأول على الأندية، وإذا تحسنت الأندية المحلية وكان لديها الفرصة للتطوير في والمشاركة في البطولات القارية، سيكون هذا تشجيعا وتحسين لهذه الأندية. وفي هذه الحالة سيكون هذا ستكون هذه فرصة جيدة للكرة الإفريقية ككل وللمنتخبات الإفريقية للتحسن والتطور. هل واجه فريق سان داونز مشاكل في ارتباطاته المحلية مع ارتباطاته في هذه البطولة؟ عشان قرينا برضو أنه سان داونز فكر ينسحب من هذه البطولة بسبب ارتباطاته المحلية أو العكس. هل في مشكلة تواجه سان داونز، وهل أنتوا ساعدتوه أنه يحلها، ولا ما زالت المشكلة قائمة أو مش موجودة أصلا؟ لا أعتقد أنه يوجد مشكلة مع سان داونز. سان داونز سيشارك في الدوري، لا مشكلة مع سان داونز بالنسبة لمشاركتي في الدوري ومشاركة في دوري السوبر. فأعتقد أنه أخذ الموافقة من الاتحاد المحلي للمشاركة. أعتقد أن نحن ونتوقع بل نتوقع منهم أن يؤدوا بشكل جيد وأن يفوزوا. أعتقد أنهم سيؤدوا بشكل رائع أمام بترو لواندا وسيحققوا نتائج جيدة. بس بعد مواجهتهم مع بترو لواندا وبعد مواجهة الأهلي مع سيمبا، سان داونز هيواجه النادي الأهلي. Sundowns is going to face Al Ahly. Yes. داني جوردن رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. سعيد جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10.